الواحد تعب. ازيك يا فريد؟ الصيام تعبنا قوي جدا، زينا بقينا في نص الشهر اهو، 14 رمضان بعد كده بقى، ولا لسه بدري يا شهر الصيام وكده؟ عامله ايه؟ كل الحمد لله، كله حلو الحمد لله، بلغنا رمضان بجد. الحمد لله، نعمه وفضل، مش عارف الحمد لله. ايه بقى عامله ايه النهارده؟ الكشك المشهور. انا الكشك انا مشهوره بيه بجد، فهوريه لهم بالظبط، والله مش هخبي حاجه. اوكي. وبعدين ده عيش البلبل، كنت بعمله في اليونان من 40 سنه ولا حاجه، افتكرت قلت اما اعمله. اوكي حلو. وبعدين دي سلطه يوناني، اللي هي تقريبا يوناني مصري، اللي هي بدنجان شبه البغنوج بس بدون طحينه. بالظبط، بدون طحينه. طبق المين ديش ايه بقى؟ وطبق المين ديش ده اسمه يعني هو ده بالبصل القورمة ولحمه. ولحمه ايه؟ استيفادو اسمه. استيفادو. هي الاستيفادو، انا رحت انا جبت طلبات من ويا مش مشكلة. فالاستفادة كل ما اقول لهم انا عايزة لحمة عشان الاستفادة يقول استفادة ده لازم ارنب. يعني هم عندهم الاستفادة لازم يعملوها بالارنب. هم بياكلوا ارنب؟ كونيلي. كونيلي. فانا قلت لهم مش عايزة كونيلي، انا عايزة لحمة جاموزة. هم اللحمة البتلو عندهم دي فروزن، مش اي كلام. فهو اللحمة الشمبري هي دي اللي حلوة، فانا عاملاها بالشمبري. اموت انا في الشمبري بالذات لو كان جنبه جمبري. بالظبط كده. الشرفوني بس تلاقي على بعض، خلي بالك. مش كده، لابد. طيب النهارده معانا مدام فريده كمان، شرفونا ومنورنا في المطبخ. بعد كده عندنا زي كل يوم فضيله الشيخ دكتور سالم عبد الجليل بيشرفنا وينورنا، ولازم دايما تركزوا في كلام شيخ سالم علشان هنسالكم سؤال له علاقه بكلامه. وعندنا 30 رحله عمره مقدمين من جمعيه البر والتقوى، اللي بنشكرهم شكر خاص جدا انهم بيخصوا ساعه مع الشريف انهم يقدموا لنا 30 رحله عمره لمشاهدينا كمان. واحنا بنطبخ مع مدام فريده جميع النهارده هنشوف تتر لفوازير الجميله شريهان، ربنا يديها الصحه، قدمت لنا يعني شغل رائع كذا رمضان مع بعض. فالنهارده مطلوب منكم تقولوا لنا التتر اللي هنشوفه خاص بفوازير النجمه شريهان كان سنه كام، وتبعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك ساعه مع الشريف. جاهزه؟ حلوه قوي النجوم دي، جميله. عجباني بقى، عامله لك جلد ومختلف، يعني مختلف بدل الفوانيس والخياميه بقى زي كل الناس. مش عارفه دايما نحب الحاجات تبقى يونيك ومختلف اوريجينال. احنا برنامج اوريجينال ومذيع اوريجينال، وما تقفش كده عند النجوم دولت، بس تطلع قرون من دباغر واحنا رح ناقصين. طيب خلينا نشوف فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم مع مدام فريده جميع. خليكم على راس الوقت. رجعنا لكم مرة تانية، والنهارده عندنا سفرة 14 رمضان، سفرة شهية مع مدام فريدة جميع اللي مشرفانا ومنورانا النهارده في رمضان. يا أهلا وسهلا بيكي. أهلا وسهلا يا شريف، أدا هايلة. طب احكي لنا سفرتك فيها، إزيك يا حسين؟ سفرتك فيها إيه؟ طيب سفرتي فيها لحمة أورمة، لحمة بالأورمة اسمها استيفادو، ودي سلطة بدنجان من غير طحينة زي ما بتقول، بس يوناني، وده الكشك الشهير بتاعي، وده عيش البلبل. عيش البلبل بس كده. اوكي. ولو لحقنا هنعمل الشوربة، هنعمل الشوربة في الآخر. اوكي. احنا هنبتدي دلوقتي باللحمة. باللحمة أحسن. يلا يا ريت. اوكي. فاللحمة هي لازم القوارمة لازم يعني تتحمر شوية. فأنا حطيتها على النار. قولينا المقادير الأول بس. المقادير الأول، صح، المقادير الأول. اتفضل. اوكي. المقادير اللي هي راحت فين؟ لحمه بالبصل والقوارمة. 1 كيلو لحمه قطعه، ولا عايزين تجيبوه بتلو، عايزين تجيبوله شمبري زي ما انتوا عايزين. 1 كيلو بصل قوارمة مقشر طبعا، 2 معلقه كبيره خل، 2 معلقه كبيره طماطم بيوريه، اوريجانو، ملح، فلفل، قرنفل، قرفه، ثوم، فص 1 ثوم، وزيت زيتون. لحمه بالبصل والقوارمة، 1 كيلو لحمه قطع، 1 كيلو بصل قوارمة، 2 معلقه كبيره خل، 2 معلقه كبيره طماطم بيوريه، اوريجانو، ملح، فلفل، قرنفل، قرفه، ثوم، وزيت زيتون. اوكي. طيب احنا عشان القوارمة بتاخد وقت كتير على النار، فحطيناها شوحناها كده شوي. اوكي. بعد ما نشوحها كده شوي نروح حاطين الايه، نروح حاطين شوحتي البصل عشان بياخد وقت. شوحت البصل عشان بياخد وقت. اوكي. كويس. بعد كده هنروح حاطين اللحمه اهي، دي لحمه اهي اللي هي الكيوبس. حسين هات معلقه خشن ولا فريده. اوكي. وبعدين بعد كده هنحط الايه، ملح بقى وفلفل وحاجات كده. في ناس ما بيحطوش الملح خالص غير من الاخر عشان بيبك، بيطلع الميه اللي في الحاجه. فاحنا هنحط شويه ملح وهنحط شويه فلفل وبقيت بقى اللي قلنا عليه.
لو عايزين نحط شوية فلفل اهو، نخلي الملح لاخر شوية اهو، وبعدين نحط شوية الملح خليه لاخر، وقرنفل وقرفة، ادي القرنفل اوكي، وادي القرفة اهو كده اهو. ده ايه ده؟ اوكي معلش، ايه ده؟ ونقلب بقى ايه؟ اوكي طيب. كده حطينا بهاراتنا واللحمه بتتشوح مع البصل، البصل بنقعد نشوحه الاول شويه عشان بياخد وقت، عشان بياخد وقت ولازم لونه كده احمر حلو اوكي. وبعدين هنحط بقى بعد كده، احنا قلنا هنخلي الملح جنبنا نحطه في الاخر ماشي اوكي، بعد كده هنحطه في الاخر اوكي. هنحط ايه بقى دلوقتي؟ بعد كده هنحط بقى فيه بقى سلطه اهي. يلا يلا، احنا طبعا حطينا شويه زيت زيتون عشان ايه؟ هنحط صلصه، وبعدين هنحط عارف بقى ايه؟ فص الثوم، فص الثوم اهو، انا بحط فص ثوم يعني لان بيبقى قوي قوي، ادي فص الثوم. وبعدين هنحط بقى، هنحط طبعا ايه؟ شويه ميه كده عشان هو دي بقى لحمه فيها صوص مش كده؟ لحمه بتلو فهتستوي على طول اوكي. بعد كده اهو، وبعدين هنحط بعد كده شويه الخل. دخلنا ايه ده بقى؟ ده خل بلسمك؟ ده حطيته خل تفاح. تفاح اوكي. عنب 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 حلو اوكي. بيجي مع البصل بيعمل نكهه فظيعه. بالظبط كده، مهم قوي يعني، هم شويه خل كده بس بيفرقوا قوي. هو بصراحه ما بيحطوا حاجه ثانيه بس انا بحط خل. اوكي. طيب يبقى احنا دلوقتي كده، وهنحط الملح وهنسيبه بقى شويه نعمل حاجه ثانيه. هنعمل احنا حاجه ثانيه دلوقتي. هتكون استوت ان شاء الله على ما نخلص. اوكي بس. كده هنخلص اللحمه خلاص، هي تستوي. حطيتي الطماطم؟ حطيت صلصه الطماطم اوكي، او الطماطم المبشوره. ننزل لك مقادير الكشك؟ ايوه جاهزه. يلا يلا يا رأي، نزل لنا مقادير الكشك لو سمحت. اتفضل. اوكي عايزين الميه المغليه بقى، حطي دي كده. يلا نقول مقادير الكشك يا فريده. حاضر اوكي، مقادير الكشك على الشاشه اتفضلي. هي دي مليانه ولا ما عايزاها مليانه؟ اوكي مقادير الكشك بقى، هو راح فين؟ اوكي الكشك. الكشك انت اشمعنى انت مشهوره بالكشك؟ ليه دايما انا بطلب منك الكشك؟ لاني انا يعني بحط فيه حاجات معينه يمكن ما حدش بيحطها فهتشوفوها دلوقتي. زي ايه؟ زي كريمه لباني. زي انا مره قابلت واحده والله في الشارع قالت لي يا مدام فريده انا عملت الكشك زي ما انت قلتي لي. فرقت ان انا لما بحمر البصله بحمرها كويس ما احرقهاش، دي مهمه جدا، وبعد كده لما انشي البصله اعمل الكشك في نفس الحل، فدي بتفرق قوي في ريحه. يلا نقول مقادير الكشك. طيب فريده مقادير. لا ما قلناش المقادير، قلنا المقادير. لا ما قلناش مقادير الكشك. الكشك بصل اللي هو متحمر، وبعدين شوربه هنحط. انا يعني طبعا لو عندكم شوربه حطوا، ما عندكوش حطوا كيوب اللي هو المكعبات الشوربه. اوكي. واحد كوب كريمه لباني، واربعه معالق كبيره دقيق، واحد كوب زبادي. اوكي. نقول من الاول الكشك بصل. بصله ايه مبشوره ولا بصله ايه؟ البصله مبشوره. ده عشان نحط اعمليها عشان نعملها الاول نحمرها في الوش اللي هي زي دي كده. تتحط على الوش. فوق الوش، ولما ننشلها نعمل الكشك في نفس الحل اللي عملنا فيها. هنعمل ده دلوقتي؟ اوكي. اوكي. بس هي بتاخد وقت طويل قوي، فانا عشان كده عملتها. يبقى شوربه وواحد كوب كريمه لباني واربعه معلقه كبيره دقيق، واحد كوب زبادي. اوكي. وساعات بنحط شويه لبن نفك بيه كمان او شوربه، انا بس ساعات بحط لبن ما بيفرقش. طيب احنا دلوقتي هنعمل شيلوا المقادير يا ولاد. هنجيب طاسه بقى يا حسين من فضلك. عايزين طاسه عشان نعمل فيها. انا عاملاه، انا عاملاه. انت عاملاه بس هنوريه للناس معلش. بس هنسخنه كده على طول. كده اهو. هنحط بقى ايه دلوقتي؟ اربع معالق اهو. ايوه اربع معالق دقيق اهو. هو حسين جاب لك الطاسه بس اعملي لنا ايه اللي بيحصل بقى في الطاسه؟ هنحط الطاسه نحط فيها ده يا حسين من فضلك. اثنين ثلاثه، هنحط اربع معالق دقيق اهو. بصوا يا جماعه الطاسه دي المفروض كان يبقى فيها شويه زيت و... أيوة. وبصل ني. بس حط البصل يا حسين. حط شويه زيت بقى معاها بس يا حسين. بس احنا عملناه قبل ما نشتغل علشان الوقت. بس هنعيد اكن ده زيت. ده زيت اوكي. والبصل هنحطه دلوقتي هو مستوي بس انتوا هتحطوه ني. حط البصل يا حسين اوكي. ما فريده بتعملي ايه في ال انا دلوقتي حطيت اربع معالق الدقيق حطيتهم مع الزبادي كده. ايه زبادي؟ زبديه ولا اللي هي زبديه كبيره اللي هي كوبايه. اوكي سوري ماشي. وبعدين انا عايزه اقول طريقه فيري اولد فاشن ما اعرفش الناس كلها بتعملها، ان هي بتحط الزبادي والدقيق وتركنه شويه. هو النظام كده يتخمر كده. الطباخين الحاجات يعملوا كده، كانوا يعملوا عندنا في البيت كده شويه كده. اوكي طيب احنا دلوقتي اهي البصله
هنحط هنا بس شويه ميه علشان ايه ما يتحرقش بس. لا انت مش هتشيليه؟ نعم البصل ده الميه على شويه كده عشان انت دلوقتي البصل هتشيليه بقى كده اكنه استوى. البصل ثانيه واحده ما انا بس هوريك كده سوري. احنا حطينا مش ده مولع؟ اوكي خلاص. طيب احنا بقى ايه بنفك بقى هنشيل البصل تاني. هنشيلها البصل بقى عشان مطرحه هنعمل الكشك. اوكي وما تمسحش ال بس هنشيله. شيل بس لا شيل البصل من الطاسه. حطه في بوله وهات ال اديني الطاسه. وهات الطاسه. بتحطي ايه بقى هنا يا فريده؟ لا انا بس كان المفروض افكها بشويه لبن. فانا فكيتها بشويه كريمه بدل اللبن. اوكي. بس. هنا يعني نفس ال نفس ال الدقيق. اوكي. وكده هيتفك كده. كده انت معاكي هتحطي بقى الحاجات دي في الطاسه اللي كان فيها ال اوكي يلا هي طبعا. انت خدت ما تاخدش كل ال اوكي. اوكي. اوكي هنعمل كده. ها؟ دي الطاسة اللي كان فيها البصل هنحط فيها ايه بقى؟ هنحط فيها بقى الايه يعني عايزة تحطي ايه قولي؟ هنعمل كده اصل انا امسك يا حسين ايد ال دي الشوربة. فين الكيوب الشوربة؟ انت عايزة تعملي ايه بالظبط؟ عايزة احط كيوب شوربة هنا اهم اهم. حطي لي دول بقى تلاتة. فين عايزاها فين؟ تلاتة من فضلك. هنا اهو؟ تلاتة هنا. اوكي بس كده. بعدين هنعمل ممكن ناخدش دي. اوكي هتعملي ايه بقى دلوقتي؟ انا بعمل بس كده علشان هشتغل في الحله دي. يعني انت مش عايزه الطاسه دي دلوقتي؟ انا هاخد بس منها الشويه اللي احنا قلنا بيدوا ريحه. هسيب الطاسه دي لجوه شويه. اوكي هي اللحمه كده استوت اعتقد شويه لسه. مش كده؟ شريف لسه شويه. أوكي. هي دي عماله تزحلق اصلا. من عارف. فانا خدت دلوقتي الايه اللي هو الايه الريحه بقى بتاعت البصل وكده. اوكي اوكي حطها هنا. احنا كده بالنسبه لي اللحمه. ايوه من عارف. انا بس عايزه اشرب. انت الميه اللي حطيتيها في الطاسه ورجعتيها في الحله تاني اهي حطيتها بقى هنبتدي نعمل الكشك. ليه عملتي كده؟ المضرب عشان علشان الريحه يا شريف. المضرب اهو عشان يبقوا شاربين من بعض يعني. فاحنا أوكي. دلوقتي هنعمل اهو كده هنحط برده شويه شوربه اهي. قلنا اللي عنده شوربه يعمل اللي ما عندوش شوربه يحط ايه. حسين سيب ده وساعدك شكلها الحاجه. نحط الماجي. انا شخصيا بحب والله الكيوب ده مش بطال. طيب احنا عمالين نفك اهو يا شريف الزبادي والايه والدقيق. وبعدين هتعملي ايه بقى؟ اهو كده اهو. وبعدين هنروح عاملين كده اهو كده اهو. هتحطي بقى ده كله في الميه اللي بتغلي؟ الماء يعني او الشوربه. هي المفروض الشوربه. وتقعدي بقى ايه تقلبي فيها ونقلب. اوكي اوكي. مقدار بقى ال 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 ايه الدقيق والزبده والحاجات دي كانت قد ايه ميه المفروض عليهم؟ يعني ممكن مثلا 4 كوبايات ميه على المقدار. أوكي. ده وهنقعد بقى نقلب فيهم لغايه ما يمسكوا نفسهم. لغايه ما يمسكوا وفي الاخر نحط شويه الكريمه اللباني اللي عندنا بعد ما يغلوا. بعد ما هنحط بقى شويه ملح وشويه فلفل لغايه ما يغلوا. أوكي. هنشوف ايه تتر فوازير للفنانه العبقريه اللي انا بموت فيها. أوكي. شريهان ومفروض تقولوا لنا التتر ده كان سنه كام وتبعتوا لنا على الفيسبوك. احنا هنشوف فوازير ايه دلوقتي؟ الأمثال ولا إيه؟ الأمثال. تعالوا بقى نشوف فوازير الأمثال للفنانة شريهان. الله على العبقرية شريهان وعلى العبقري الراحل فهمي عبد الحميد. أنا بس غلطت وقدمت وقلت هنشوف تتر فوازير الأمثال. دي ألف ليلة وليلة مش الفوازير. أنا آسف هما تقريبا كانوا في نفس السنة. دي تتر فوازير ألف ليلة وليلة اللي هي كان فيها فاطمة وحليمة وقويمة. فقولوا لنا بقى اللي يعرف الاجابه يقول لنا دي كانت سنه كام ويبعت لنا على الفيسبوك. ودي فقره رمضان زمان اللي بنقدمها لكم كل يوم واحنا موجودين معاكم في المطبخ. مره ثانيه نرجع لمدام فريده جميع. ايه بقى؟ خلاص اللحمه استوت. اللحمه دي عشان بتلو استوت على طول. اوكي هنغرفها بقى كده اهو. اوكي والكشكش سوا. الكشكش سوا سوا. بعدين دي بقى عايزه جنبها رز ابيض هتبقى عاطفه. أيوة. جدا. انا هاجي اغرف وانت يا ريت ميرسي. طب هتقولي بالصبر يا ريت. هاتي ورق هاتي ورق. اصل انت عندك ايبوموني. ايبوموني صبر وكده. ايبوموني. انت غرفي الكشك ولا ولا انا غرفت الكشك؟ شفت ليه يا حرام؟ ولا انا غرفت؟ بص الغرفة انت جايبه حاجه غلط نغرف بيها اهو. الكشك اهو خلاص الكشك كده. اوكي كده اهو خلاص كده حلو قوي كده. وبعدين الكشك بقى لما نغرفه كده لازم نستنى شويه صغيرين قوي علشان نحط البصل عليه عشان ما ينزلش تحت. فهو يا دوب هتبص تلاقي الوش كده على طول. ميرسي يا حسين. حاسب سخن
ده كده اهو بس خلاص. نشوف بقى موضوع الايه الحلو. الحلو لغايه ما انا انضف الطبق دولت. حاضر. الحلو نزلوا لنا مقادير السبيلو دولت على جنب. حسين هات لي، انا قلت لك ورق. يلا نزلوا لنا مقادير الحلو. لو سمحتوا. حاضر اتفضلي. هو عيش البلبل. اللي هو عيش البلبل هي طريقه مش عارفه هل سهل الناس تعرفها. هي سهله قوي. قوليها لنا قوليها. اللي هي نص كيلو جلاش وربع كيلو زبده. فهو دايما دايما كنافه جلاش نص كيلو حاجه وربع كيلو زبده وشويه فستق. هي عايزه تكنيك معين. هنشوفها دلوقتي. لا قولي لنا المقادير تاني. حاضر. اللي هو نص كيلو جلاش، ربع كيلو زبده، شويه فستق. طيب التكنيك مش فيه شربات؟ بسيط قوي. وشربات ده طبيعي، طبيعي ان لازم يبقى فيه شربات. طب طبيعي. طب قولي لنا لو سمحت. احنا هنحط بقى هنا بقى يا حسين البتاع ده. طيب دلوقتي احنا هنجيب كده. هات لي بتاع الخشب اللي تحت. طبعا الجلاش هناخده كده. ايه يا حسين؟ وهيبقى فيه سكينه نقطع بيها. مش مشكله. كان فيه سكينه كويس. هناخد الجلاش كده. هي الجلاشه بتبقى عامله كده. يعني الورقه بتبقى عامله كده. كويس كده؟ اهو. دي ورقة الجلاش. كويس هنعمل كده اهو. هو اللي بيغلي ده ايه ده؟ اللي بيغلي ده الافغوليمون لو عرفنا بقى. الشوربة؟ الشوربة. كده اهو. يعني هي احنا الجلاليب دي على فكرة يا شريف في رمضان. ما ممكن تمسكيها بعد كده في مش كده بيبقى قول. مش كده برضو لازم نحلها. ايه بقى؟ ورينا التكنيك اللي بيحصل. هنقطع الجلاش كده. كده. اوكي؟ وبعدين هنقطعه كده. كريم مش هنعمل. اوكي وبعدين هنعمل كده كده اهو. حط جي كده جي كده. انا هعمل كام واحده بس عشان هم يشوفوها ازاي. بس كده اهو. وبعدين لازم ايه؟ لازم نغطيها عشان ما تنشفش والا هتزهقنا. كده اوكي. فريده احط الـ احط البصل ولا بس بالشيش قوي بقى عشان ما يسقطش. يلا يلا هنعمل الجلاش كده. هنعمل الجلاش كده. هنجيب الجلاشيه كده اهي كويس وندهنها زبده. ما احنا هنودي بقى الجلاليب دي كلها دراي كليم لانها بتاكل معانا. طيب هنعمل كده كويس وهنعمل كده. اي حد عنده عصايه خشب انا عندي عصايه خشب بعملها كده. عصايه خشب نلفها كده اوكي بس ما ندوس قوي يعني ما نفعصهاش قوي عشان ما تتعبناش وهي بتتكشكش كويس. وبعدين نروح عاملين كده نكشكشها كده. طبعا انا ما اعرفش الحلوانيه بيعملوا ايه بس انا الحقيقه ده اللي بعمله ده اتعلمتها كده. لا برافو عليك. هتتكشكش كده اوكي. هتتكشكش كده نروح عاملينها كده كده اهو. هذا هو عيش البلبل. هو ده عيش البلبل؟ هذا هو عيش البلبل. نعمل كده عشان نلزقها بس كده. نعمل واحد تاني. يلا. انا بقى مره جربت اتنين. هنجرب اتنين لو يعني ورقتين من الجلاش. والله لو عجبوهم على اكبر شويه يعملوهم. نعمل كده كده بس ما نفعصش قوي عشان تنزل بسهوله. اخليها لوس شويه كده كده اهو يعني كده اهو اوكي. هنعملها كده بعدين ندوس كده اهي بنكشكشها كشكشها كده بس يبقوا ايه حنينين عليها شويه عشان ما تتبعزقش. طيب ده دلوقتي ورقتين. اللي عاوز يعملها على ادخن شويه يعملها على ادخن شويه كده. وبعدين بتخش الفرن ولا ايه؟ وبعدين تخش الفرن ما بتاخدش حاجه يا شريف بقى. والله؟ دي واحده تانية اهي. تقعد قد ايه في الفرن؟ ربع ساعه. طب وتطلع نحط عليها شربات. ونحط عليها الشربات ونرشها بشويه فستق. طيب. بس. خلاص. مش هنلحق للاسف نعمل السلطه والشوربه بس انا بشكرك. اوكي يا شريف. على الحاجات اللي عملناها. هات لي سفره مدام فريده. ميرسي. اللي عملتها لنا النهارده في 14 رمضان بشكرها جدا. عملنا لكم النهارده كشك مدام فريده جماع حلو قوي فارجوكم تعملوه وان شاء الله يعجبكم. عملنا لكم اللحمه بالبصل القورمة. عملنا لكم عيش البلبل طبق حلويات حلو جدا. يا رب تكون سفره شهيه. بشكرك مدام فريده. ميرسي يا شريف وكل سنه والناس كلها طيبه. وانت طيبه وبالصحه والسلامه. بشكرك. ميرسي يا حسين. اشكركم. خلينا نشوف فاصل بعد الفاصل نرجع لكم زي كل يوم.
وفقرتنا الدينيه في تفسير القران الكريم مع فضيله الشيخ دكتور سالم عبد الجليل وكيل وزاره الاوقاف الازبك واستاذ الثقافه الاسلاميه بجامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا. خليكم معنا لو سمحتوا.